هل يجوز للزوج أن يطالب بحق زوجته في حياتها مع العلم بأن إخوتها أعطوها حقها ولكنه يعترض على القسمة بحجة أن الأرض في المكان الأول أغلى من الثاني؟ يا إسلام ابن السيد ابن عمارة، كن عفيفا أو أخبر السائل أن يكون عفيفا. الزوج الذي يتطلع إلى ميراث امرأته وهي ما زال يعني لم تأخذ ميراثها من إخوانها وإخوانها تراضوا معها، فما لك شأن بالتدخل في ميراث امرأتك؟ مال امرأتك لها، ليس لك أن تتدخل في مال زوجتك ولا أن تطالب إخوتها بميراثها إلا إذا كانوا مواطنين وهي طلبت منك التدخل. أما تفضلك وقطعك للأرحام فلا يجوز لك، أنت متزوج، المرأة هي التي لك من حقك أن تفعل معها ما أباحه الله لك منها. أما أن تتسولها وتطالبها أن تأتي بأموالها من أهلها لإشباع رغباتك وشهواتك، لا.